نعم، حضرتك بتناديني انا؟ اتفضل. انا لرميدي. لا، ما هو انا عارف ان هو غلط. ثانك يو فيري ماتش فور ذا ادفايس. سي فندم، اتفضل. لا، حضرتك لو متضايق منها حضرتك ممكن تشيلها، انا مش هشيلها. يا ريت ما تتكلمش معايا تاني بعد اذنك. هو في حد كده يا جماعه؟ في ناس كده؟ للاسف في ناس كتير قوي كده، صح؟ طيب، الناس اللي بتعمل ده، النهارده احنا جايين نتكلم عن الموضوع ده معاكم. هو ده ايه اللي حصل؟ ده ايه ده؟ واحد عارف الغلط كويس قوي، وبالرغم ان هو عارف الغلط كويس قوي هو بيعمله. فمش هنقول we're going to accept this، لا، يعني نقول الناس دي خلاص هو ده حالهم، ملناش دعوه بيهم. ومش هو ده اللي شاغلني، اللي شاغلني حاجه تانية خالص بصراحه. لما الشخص اللي بيعمل حاجه غلط بيجي حد ينصحه يتكلم معاه، بيتكلم معاه كانه هو اللي مش طبيعي. يعني الشخص اللي بينصح ده هو اللي مش طبيعي، مش اللي بيعمل الحاجه الغلط هو اللي مش طبيعي. فيبتدي يتكلم معاه باسلوب وحش جدا، ويوصل الموضوع لدرجه ان هو يبقى مستاء قوي ان هو بيكلمه، ويبقى يحسسه كده ان انت ازعجتني، ويتكلم معاه زي ما انتوا شفتوا كده. الحقيقه الموضوع ده شغلني جدا، بالذات وانه اللي بيحصل ده يعني دي ممكن تاذي حد. يعني ما تبصوش على حاجه زي كده ان هي بسيطه مثلا، لا، ممكن تاذي حد. في ناس بتعمل حاجات غلط اكتر من كده واكبر من كده بكتير، بتاذي ناس كتير، وهم عارفين ده ومصرين ان هم يعملوه. الموضوع ده شغلني جدا بصراحه، و قلت انا عايز اتكلم معاكم في الاطار ده، بس ما كنتش عارف اتكلم معاكم في الموضوع ده ازاي بصراحه. فلما قعدت افكر لقيت نفسي بقول نفسي احكي بصوتي سمع نجمع عليا في الفضاء، نفسي أشكي حال زمننا، نفسي أشكي بفضفضة. الغلط أصبح كتير، وفي ناس بيعجبها الغلط، والصح ما بقاش الكبير، والأمر في عقولنا اختلط. الغلط أصبح كتير، وفي ناس بيعجبها الغلط، والصح ما بقاش الكبير، والأمر في عقولنا اختلط. الصح فين والعقل فين والحق فين؟ فين الرضا؟ الصح لابس توب حزين، رافض حياتنا تكون كده. نفسي أحكي بصوت يسمع نجمع عليا في الفضاء، نفسي أشكي حال زماننا، نفسي أشكي بفضفضة. الزمن من ناس بريء العيب يا ناس، مش في الزمن العيب، في ناس ضلت طريق وناس بتدفع في الثمن. الزمن من ناس بريء العيب يا ناس، مش في الزمن
العيب في ناس ضلت الطريق وناس بتدفع في التمن. الصح تام والعقل تام والحق تام بالشكل ده والضحكة خارجة معها والحزن داب جوا الندام. نفسي أشكي بصوت يسمع نجمع عليا في الفضاء. نفسي أشكي حال زماننا نفسي أشكي بفضفضة. نفسي أحكي بصوت يسمع نجمع عليا في الفضاء. Thank you.